عسلامة عسلامة، شو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روتين جديد اليوم، سامحوني كان الفيديو طويل شوية، على خاطر ما حبيتش نقسمه لكم على سنين، وفي الحقيقة في برشا حاجات، خاصة تعرفوا كيف يجي بحذايا حد، أكيد معنا الفيديو باش يكون طويل. الناس اللي تبدأ تستنى في فيديوهاتي أكيد باش تفرح بالفيديو هذايا. هاكا كيما تحبوا، عايشكم الكل الكل على مساجاتكم البارح، والله يا ربي يخليكم ليا. البارح ما عرفتش ما صار مشكله في الفيديو، فسخت وعاودت صبيت، هذاك علاش وخرت عليكم شويه. ربي يخليكم ليا يا ربي، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. اليوم البنات كيما قلت لكم عندي ضيفين، ومن المحاله نسمش ضيفين، راهم مالي الداء، باش يجي بحذايا عماتي، وباش يجي بحذايا ما واختي وبنات عماتي، وباش يجي بحذايا حماتي واخت راجلي، حاصيلو لما محلاها تعديت وعشوية تهبل. اما قبلها لازمتني بالطبيعة نحضر ركح الدار وركح تحضيراتي، هاكا صورت معاكم كل شيء وما تقريبا ما فتكم شيء. بالهنا البنات حبيت نعمل معاكم كل خلطة، برشا سألوني عليها، هيك تنحي لكم ليتاش كان عندكم هيك كيما هيك، يعني غلاف ولا صالتك هيك مبقعة، تنجم تعمل الخلطة أو متاع البيكربونات صودا وخل، وأي برودوي تستعمل فيه متاع تبش تحك به البنات أكل عندك حاجة معناها في الصالة متاعك. إن البارح ماكم شفتوني عملت جاتورو ليه، قلت لكم راهو كعبة ما شاء الله تكلات، عاد الصغار جابوا لهني يتفرجوا ياكلوا، ما نحكي لكم مش على الصالة، كي دخلت لها الصباح كيفاش لقيتها، حاصلو عملت كل خلطة. وبعد ذكرت اللي انا عندي برودوي ديكسال هكايا اللي بعثتولي حنان وقتها من ايطاليا، ما راهو البنات ما عادش متوفر، راهو ما عادش تجيب منه، قلت خاطر كيف تبعث مع ترانسبورتور، اول حاجة رزين، ثاني حاجة شطر الكونتيتي اللي يجيبها يتكبلها معناها البرودوي. صدقوني اخر طرف عندي والله العظيم قاعدة نستحدق فيها مش نرمال، خاطر تنحي اللي تاش كان فيه هيك معناه غلاف ولا في الحيط ولا اي بلاصة، ينحي الدهون، ينحي اي تراس هيك تحسه هيك صعيب شوية باش يتنحى، ينحيه لك. اما الحقيقة ما عادش تجيب منه حصيله. عملت بالخلطة، وبعد قلت خليني نجيب الاخر اسهل لي. قاعدة نستسهل، علاش البنات؟ على خاطر نزرب في روحي كما تعرفوا، يعني لازمتني نحضر كل شيء، خاطر ماذا بيا كيف يجي بحذايا حد تلقاني محضرة كل شيء، وراو باللي باش تحضر لازم كيف يجي بحذاك حد تقعد في الكوجينة، معناها قاعدة هذيك قاعدة، باللي باش تحضر وباللي باش تعمل، لازم باش تطيب قهوة حاضرة، لازم باش تطيب تاي حاضر يبدا سخون، عصير يبدا مرحي جديد، فهمتوا البنات؟ اما ابرك حال، معناها حضرت كل شيء وكملت كل شيء على بكري، والحمد لله يا ربي تعديت عشوية تهبل تهبل تهبل، ان شاء الله يا ربي يعاودوها، وان شاء الله يرجعوا بحذايا. اكيد راهم يتفرجوا في الفيديو، نقول لكم يجاو مرحبا بكم في اي وقت، التراس محلول ليكم. خاصة عندي بنت عمتي كي نقول لكم عاملة المستحيل باش تقعدهم في التراس، على المستحيل. حاسين البنات كملت لهني الصالة، وجيت مسحت الغبرة متاع التلفزة، هاوكا الاباجور حطيتها في الكوان، خاطر ما كنتش البنات برشا ديما يقولوا لي بربي حط الاباجور حطها في الكوان، ما كنتش نجم نحطها، علاش؟ على خاطر البريز متاع الضوء، خاطر اني راني هذيك نحلها اكثر حاجة في الدار. كيف ركح لي شكري الخيوط، وليت نجم معناها طول لي في الخيط متاعها، وليت نجم نستعملها وهي في البلاصه هذيك. كما شفتوني جبت الطاوله متاع الصاله، اني في بالي باش يقعدوا لهني هكا، علاش جبت الطاوله هذه؟ خاطر البنات ترفع اكثر اول حاجه، وزيت عاليه الاخرى، الطاوله قصيره على الاخر، خاصه كي تكسرت البلاره متاعها قصيره. شوفوا محلاه الطاوله دي قديش خرجت على الصاله، الصاله هذه البيج، تو ان شاء الله كان هيك ربي سهل ان ناخذ طاوله الاخرى، معناها ما همش غاليين هما الطاوله، هكا مش غاليين. الطاوله دي جبتها للصاله، شفتوا قصيرة ياسر، ماهيش متاع انه هكا باش تمد عليها حاجة ولا تحط عليها كيسين ولا حاجة، المهم حطيتها في الصالة. لاني جيت مسحت الغبرة، المحل البارح راني مسحت الغبرة، نقصت على روحي قلت نمسح الغبرة، جوست اليوم نعمل مسحة خفيفة للدار وكهو.
روتين اليومي، معناها الروتين اليومي متاعي هذا، مش حاجة جديدة عليكم. جملة عملت مسح لك الباب الألمنيوم، الشباك زيادة، وكل البورتفينيتر وكل شيء، لاني ما نعرفش كان باين عندكم ولا، اما هاوكا فما تراس متاع جاتو، ريتو الجاتو وصل للحيوط. رشيت عليهم كل البرودوي، دوبة ما تمسح البنات ولا دوبة ما تحكي تنحى هاكا. قاعدين تشوفوا اللي جا هو الحيط هضايا، صدقوني يا البنات الحيط هضايا كانوا بكل أقلام شمعية. وقبل كنت مخبيته بلا جونتير، كنت حاطتها في البلاصة هذه خاطر الأقلام الشمعية ما حبش تنحالي من الحيط. حاسيلو دوبة ما وقتها صبيت عليه، معناه بخيت البرودوي هكايا نحالي كل شيء. والله تقولش عليه، 3 سنين قعد الأقلام الشمعية في الحيط والله. اما اللي غالب ما عادش متوفر جملة، يعني حنين ما عادش تجيب منه، اما اكيد راهو فما برشا يبيعوا منه. والله كان لقيت شكون تو تنقل لكم عليه. تقريبا عندي عامين، عام هكاك عام ونص نستعمل فيه، كان هو في الدار وفي الكوجينة خاصة، لاني خرجت على البورتفينيتر نعمل له مسحة ديما نمسح فيها ذاك، خاصة ملي بدلت هكا الديكور متاع الصالة. الصغار ديما ديما يخرجوا منه، وتعرفوا الصغار ديما خاصة سلمى تبدأ تمس فيه وتشوف فيه روحها وكل هكا. باش نعمل مسحة خفيفة للملاعب هكا، باش هكاك توسويس وكا، باش كان فما تراس هكا وكل ما منشوفهاش. البرودوي متاع المسحان زاد كيف كيف، اخر طرف عملتها بالبرودوي هذا اللي بعثته لي حنان. اما ان شاء الله البنات تو مرة جاية نمشي نشي تو نوريكم نستعمل لي جودي ولا اكل برودوي متاع عزيزة، ذوكم الكل بالنسبة لي حتى شيء. نستعمل في الشوك، ديجا حكيت لكم عليه 1000 مرة، اما وقت اللي جابت لي حنان ما عندي مدة ما شريتهمش. توا مادام ما عادش متوفر متاع المسحان باش نرجع للشوك. الشوك مش شوك متاع متاع بيت البانو، لا الاسم يعني نفس الماركة متاع الشوك، اما هو للمسحان، يخلي ريحة فاوحة على طول النهار ويعطيك لمعة محليها في السيراميك ولا اللي هو عندك. اكاهو لهني كملت البنات، مسحت الملاعب، عملت ركحتك الريدو متاع بيت القعدة، والله محليها الطاولة قديش عطت منظر والله. ياسر مضخمة تمشي هكا، شفتو تمشي في الصالة هذه تمشي في الصالة الأخرى. كاو فرشت الزربية متاع البيت الخزين كما نسميها أني، وبطبيعة بيت البانو عملتها وحدي من غير ما صورت معاكم. بطبيعة حكة باهية باهية باهية، عرفتوا البنات رين ريحتها ساي، تحسها خارجة ريحة جافيل. اكا باش نكمل نمسح البيوت، مسحت الكلوار، حسيلو لما خفيفه لاني سالم الصباح حسيلو قام نحى الغلافات ونح وخرج الكوادات، خرجهم لبرا للشمس. قال لي ما عندك برشا ما خرجتهمش، واني والله نسيت، مشي في بالي مشي في بالي معناها ماده ملاحف مش كوادات، ننسى والله ننسى. هو اللي ذكرني فيهم وخرجهم لبرا. والله سالم يا البنات كيف يبدا وحده ما فماش ما خير منه والله. اما ريتو دوبه ما مثال يجيو اخواته ولا يبدا فما لمه، ولا مثال نمشيو لدارنا ولا حاجه، يتقلب 180 درجه كيف يبدا وحده. صدقوني مش نورمال، معناه يبدا يعاون ويبدا يذكرك بالحاجه. حاسيلو خرجهم هو دخلهم، هو كان شفتوه بكري مدخلهم. هكا هو كملت الدار محلاها راحة. بعد ما تكمل الدار تبدأ عندك، قعدت لك الكوجينة وراك هكا هو، لاني دخلتك المنادل هاكم تراو كل يوم كل يوم، وذاك المنادل هكاي حبل المنادل كل يوم يتنشر. مفهمتش قداش عندي استعمالات للمنادل بصفة غريبة، راني بالحق بصفة غريبة. لاني قلت خليني فرغ الغسالة خاطر مادام عندي ضيفان اكيد مانيش باش نعدي الوقت في غسيل الماعون. نغتنم الفرصة نقعد وحدهم حتى كيف يروحوا ما يبدا عندي شيء، وصدقوني كيف روحوا ما عندي حتى مغرفة هيك باش نغسلها. فرغت الغسالة وحاسيلو كل حاجة تتلم عليا نحطها في، صراحة اليوم عاونتني 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 على الاخر، والمعونة اللي تحط فيها اليوم ما عمره ما تحط والله. هاو فرخت المعون، بناته ان شاء الله غدوة ولا بعد غدوة نعملها هكا تنظيفها باهية.
من رمضان ما عملت لهيش كتنظيفة، ولبنيتك القرص متاع الملح راهو التو يشعل، والله العظيم لا عرفت السبب، راهي تغسل عادية صدقوني، هاكم تراو معناها في المعون نظيف، التو القرص متاع الملح التو يشعل، ما عادش مركزة معاها جملة، خاطرك ليه معناها صبيت لها برشا ملح فوق العادة. مريقلة تغسل في المعون مريقل، ما نعرفش عليها. المهم رجعت المعون لبلاصتو، عندي معون متاع فطور الصباح زاد باش نحطه. المهم قلت خليني نقص على روحي من المعون، هوكا الفيديو البنات كيما تحبوا، هوكا فيديو متاع روتين وفيديو متاع تحضيراتك، ووريتكم شوية هيك من لمتنا باش الناس اللي تحب الروتينات تلقى روتينات، والناس اللي تحب هيك اللمة كل شيء تلقى اللمة. والله كنت باش نقسمه على 2 هيك، ارتاح لي معناها، ارتاح لي في المونتاج وارتاح لي انه يهبط وارتاح لي في كل شيء، اما قلت لي خليه فرد نهار وكهوني، تعرفوني ديما نحب نصور معاكم نهاري كامل تقريبا. حطيتك المعونة متاع فطور الصباح، شوفوا هاك الكل متاع فطور الصباح وكهو. وجيت لهني البنات تو باش نبدا نحضر في السالي، البارح ماني حضرت معاكم العجينه هذه، حطيتها في الكونجيلاتور وهاكم اشتراو البنات كيفاش عطاتني النتيجه متاع الفريكاسي ومتاع البطبوط، ما شاء الله والله العظيم من كثر ما تتنفخ كعبه الفريكاسي في الزيت هتطرى ما نجمش حتى نقلبها. العجينه كما عملتها معاكم البارح البنات، حضرتها معاكم البارح، عملت كيلو فارينة عليهم كعب عظم شوية خل، تحبوا حليب ولا لبن كما تحبوا، وسكر وخميرة فورية، باكو خميرة فورية. وفي الاخر البنات لا حطيت لها لا زيت لا حطيت لها حتى شيء، في الاخر زدت لها مغرفتين كبار زبدة، حصيلو اني عملت الكيلو هذايا، وراني من بعد زدت عملت كيلو اخر، من بعد زدت عجنت كيلو اخر، عملت بيها ميني بيتزا وعملت بيها هكا خبز محشي، خاطر ما شاء الله يعني للفطور معناها فطروا منه الاولاد، وما شاء الله معناها مانيش واحد ولا اثنين باش نتلموا، ما شاء الله عملت 2 كيلو، حصيلو 2 كيلو فارينة، وما صدقوني لا قعدت منها حتى كعبة، يعني والله نفرح راني، خاصة كي يجي بحذايا حد وتطلع لي الحاجة ناجحة راني نفرح. البارح ديجا حكيت لكم عليا الحكاية، وبرشا قالوا لي سيدي والله حتى احنا هيك كيف يبدا جاينا حد ولا احنا في دار شكون، ما تطلع لناش الحاجة كيما احنا مستانسين. بالحق راي والله ما حاجة ماهيش عادية اصلا، اني مانيش مصدقة اللي سليت الفخ ولا بس. مانيش مصدقة، كنت هيك عندي احساس انه مش باش يطلع، ما فهمتش عندي الحكاية هذيك، يمكن هيك خوف ولا ما نعرفش. المهم حصيلو البنات شكلت الفريكاسي ميني، راهو البنات لقالب صغير، اصغر قالب تقريبا عندي هو اللي عملت بيه. عمتي نايرة حصيلو راهي تسمع فيها تو قاعدة تضحك على الفريكاسي. على كبره البنات قد طرف راه والله العظيم، ريتو على قد ما تكون الحاجة صغيرة على قد ما تشد يد في التشكيل وتشد يد في القليان وتشد يد في الحشو خاصة الحشو. اما والله ما احلاهم هكا منظرهم، شوفوا لهني البنات من كثر ما هما منفوخين. ما نجمتش نركحهم، عرفتوا كل تتقلب شيرة وشيرة الاخرى اني نقلبها وهي ترجع تدور، هاكم تراوها نشد فيهم بالمغرفة، خاطر فما شكون قالت لي زايد معناها العجينه تعمل فيها قبل بنهار معناها باش تتهلك وتفقد الخميره متاعها، راهو لا عادي صدقني كي تحطها في الكونجلاتور عادي بيصير لها حتى شيء. والحق حبيت نعملها سالي، حبيت نعمله فريشك معناها خير ما اني نقعد، كنت البارح راني باش نعمل البنات الاخر لحظه، كنت البارح باش نشكل ونعمل، اما لا حبيت هيك الحاجه تكون فريشك. هاكم تراو في الفريكاسي صدقوني كوره مش فريكاسي. حطيت لك عبات البطبوط، المحل بطبوط مانيش عارفة مانيش مركزة معاه، عرفته كل تحسه هو معناها كيما نقولوا طرف تتحرق طرف، حزير مش مركزة معاه، مركزة كان مع الفريكاسي اللي ما حبش يتقلب لي. كاو حاطه كعبات عظم باش نحضر الحشو، زاده قليت حطيت بطاطا تتقلي، اما ما قليتهاش في الزيت بالطبيعه، حطيتها في القلايه من غير زيت، حتى الفريكاسي والله كنتش نعمل في القلية ما راهو يشد يدي على الاخر، ما شاء الله هني تقريبا معناها تقريبا كيلو فريكاسي قليته، ما يعني في الزيت
أسهل. مرجوني مرجوني بشتاق له ومرجوني. حسيلو إن شاء الله أني كان هيك معناها تبدأ عندي هيك حد جاييني، ولا أني حبيت نحضر حاجة مثل نتلمو في دار حماتي وكل ده، نولي نعمل هيك قبل بلينا نحضر نحضر العجينة ومن غدوة نشكل. ما شاء الله والله العجينة البنات تهبل تهبل تهبل. أني بالنسبة لي الفريكاسي كي نحط فيها كعبة عظم بالنسبة لي روسيت ناجحة، وخاصة قلت لكم الزبدة اللي حطيتها في الأخر بصراحة عطت تراوة للعجينة مش عادية. لاني حضرت الحشو متاع الفريكاسي ومتاع البطبوط، عملت هريسة وعملت هذيك البطاطا المقلية، المحالة هي ماهيش مقلية. اسمعوني، فما برشا في التعليقات يقولوا لي سيرين البطاطا في القلاية الهوائية كيفاش تجيك، فما شكون قالت لي راني صاحبتي شريتها وراهي حلتها واستعملتها للبطاطا، كي طلعت لها البطاطا طرية وندية ولا شنو، قالت من هارتها سكرتها ورجعتها لبلاصتها، ما شريتش القلاية كيما متاعي راهو البنات. قلاية ما نعرفش شنو نوعها، اما القلاية اللي عندي الماركة متاعها هومر، قلت لكم راهو ديما فرق ما بين فما هومر المقلدة وهومر الاصلية. اماني راهو اللي عندي صدقوني تقولش عليها بطاطا عادية، والله العظيم نتفقوا بها جملة، خاصة كي تكثروا لها مثل شفتوا اني دوا نحط رشة متاع زيت، وساعات ما نحط لهاش الزيت جملة، توا مثال هذاك البطاطا الطرف هذيك اللي قليتها بلا الزيت. كي نحط لها هيك رشة زيت والله تجي مريقلة، وقدش مرة تشوفها كيفاش تقرمش معناها. وساعات كي نكثر لها الزيت مثلا نقول هاي نحط بزيت زيت خلي هيك تجي اكثر، معناها تقولش عليها مقلية، الزيت متاعها الكل يتسيب في قاع القلاية معناها. المهم ما تحبش الزيت وتطلع لك الحاجة مريقلة، والله طلع لك الحاجة تقولش عليها مقلية. يمكن فما ناس هيك تقول لك لا ديما حاجة المقلي أبن وخير، أما زادا كي تعملها هكاك والله مقبولة وبنينة على الآخر، خاصة كي تعمل هيك مايونيز مع البطاطا صدقوني لا تفيق بها جملة اللي هي مش مقلية في الزيت، وراها تبدأ تتقرمش أكيد اللي كتبت التعليق ما شافتهاش أول ما شريتها، خاطر أول ما شريتها جربتها معناها جربتها لكم في كل شيء. اني حط العظام المقلي نقليه فيها، وحتى البريك في رمضان عملته فيها، والكفتاجي عملته فيها، وسلطه مشويه كل شيء كل شيء تقريبا عملته فيها، وسكالوب ماكم شفتوني عملت سكالوب المده اللي فات، بالرغم سكالوب الشابلور وكل شيء وطلع مريقل. يمكن فما انواع يمكنه. حاسلو البنات لهني كملت، واخيرا حاسلو كملت سليني اعمل فيه من 11 متاع الصباح لما ثلاثة متاع العشية ونعرف صلي بركة جاب لي البارح منقص على روحي لقيت رولي هكا هو كيما تعرف الخوذة، عاد بعد تسلي وبعد العجين والزيوت وكل شيء عملت حكا بيه لك الرخامة وللفايونس هكا هو لاني عرفتو كل تحس فارينة هكا تتناطر في كل بلاصة فما الفارينة. الحمد لله والله الحمد لله، حتى كلمت نادين اختي قلت لها اجا معايا معناها راني واحله، قلت لها واحله واحله خاطر عندي مونتاج الفيديو وعندي فطور الاولاد وكل، والله الحمد لله كملت وجيت ما وقتني كملت كل شيء. اني حضرت تيزانه قلت لك نونس بها روحي في الكوجينه، قعدت لي حاجه بركه العصير باش نعصر العصير ونحط نطيب الداي قهوه، القهوه اخر حاجه. لهني البنات خرجتك عملت ماني قلت لكم حق، زدت عجنت عجينه اخرى كيلو اخر فرينه وعملت وما فهمتش بيه ما تصورش يعني لمحان. المهم يمكن تليفون مقصوص ماهوش قاعد يخدم معناها. المهم عملت عجينه اخرى، حطيت عملت ميني بيتزا حطيتهم يطيبوا في الفول، ولهني البنات عملت حشو جبن ربي وعملت تن ومعدنوس وبطاطا مقليه، وحعملتهم في هيك كيما الخبز المحشي شنو نحطهم في الفور، عملت كعبتين. ولاني البنات عملت شوفوا البيتزا اني كي نعمل هيك ميني بيتزا نحسها كيف ندخلها للفور نحسها تشيح لي، وكجبنا اللي فوقها يشيح، هذاك علاش وليت دخلتها للفور هيك شعلت عليها من الفوق، ومن بعد حطيت لها معناها الصوص، الصوص هذه حضرتها البارح سهلت على روحي باش هكا البنات ما تحسهاش شايحة على الميني بيتزا، خاطر عرفتو وهي صغيرة باش تحط لها الجبن من تو والصوص باش تبدا شايحة اصلا وتبدا يابسة.
هذاك علاش طيبتها نصف طياب، ومن بعد حطيت لها الصوص وحطيت لها الجبن. هاو كان بعد نكمل لها، معناها نكمل لها بقية المكونات. هكا هو كملت، بعد ما خرجتها من الفور حطيت لها صافي بلي صورت، يعني المهم نكون في المونتاج ما حطيتش وكا بقيت ما نكثر عليكم، ديجا الفيديو طويل. البيتزا حطيت لها معدنوس وتن وزيتون وكل، ولاني لبنيتها وكساي وصلت نادين كان شفتها وما جاو قوني حضرت كل شيء قوني كملت، تصدموا عرفتوا هما جايين، معناها جايين في القايله وكل شيء في بالهم مش يعاونوني، عاد لقوني كملت الحمد لله. والله الا شدوا يد جمله ولا تعبت فيهم جمله جمله جمله، حاجه تبدا هيك عملتها وانت فرحانه راه ما تفيقش بها كيفاش تكمل. معناها هكا ولاني البنات حطيت ما كفوني شكل تقعد ناكل مش هني خاطرني ما فطرتش ما فطرتش قاعده. عجبتني الخبزه محشيه ابن واحده على خاطر، وحتى فريكاسيه هبلجي، اما علاش اني نحب عجبتني خبز محشي البنات خاطر هيك بكل جبن كجبن ذايب هيك في وسطه، نحكي لكم مش على البنه. لاني البنات مديت الجاتو رولي هذاك الموس شوكولا وكريم شانتيه، حاسيلو موس شوكولا وكريم شانتيه كي تحطوا مع بعضهم راهو يوليو صدقوني وليو جلاس، كي حطيتهم في الكونجيلاتور ولاو جلاس على راساتي خليتهم مستنيتهم شويه، من بعد زينتها بالشوكولاته وبفريوه والموس. ولهني البنات باش نحضر معاكم العصائر. بالنسبه للعصير باش نعمل عصير فاكهه وبسكوي وعصير متاع فريز بالطبيعه مادام احنا في موسم فريز. لهني خديت 3 قرون بنان وكعبتين ياغورت هيك على دانيت هدي على الفانيليا، اي تحبوا اي ياغورت هيك على الفانيليا البنات اي ياغورت. ريتو كي نبدا هيك مربوثه ريتو الحاله على عينيكم، والله كي نبدا هيك مزروبه ولا منشنش ندخل بعضي. حاصلوا البنات عملت 3 قرون بنان وكعبتين ياغورت فاني، المهم البنات مش شكل فاني العادي، معناه المهم مش شكل ياغورت العادي كل ديليس وكل ماهوش بنين هكا هكا ممزوج ولا اللي تحبوا. وحطيت حليب وحطيت بفريوة مهرشة ولا تحبوا كاكاوية تحبوا جرجلين تحبوا اللي تحبوا فاكهة حطوا اللي متوفر عندكم. حطيت بفريوة وبش نرحيهم ما تتصوروش على بنته، اما راهو البنات مازلت باش نحط فيه حاجة. مكون هو البسكويت، بسكوي سمايلك الازرق ولا ما نعرف شنو عندكم بسكوي، معناها كل شوكوتوم حاجه ترحيوها معاه. اني خاطر ما لقيتش عندي لهني في الحوانت عاد قعدت نستنى باش يشريولي باش نكمل، فهمتوا؟ من بعد كملت حطيت له البسكوي وكملت نادين حطت فيه جلاسون، عاد بنحكي لكم مش بارد ما حلاه والحب هكا يعجبني على الاخر. لهني البنات عملت جو متاع فريز كيما تعرفوا عاد موسم متاع فريز اكيد باش تلقاو له فريز، عملت فريز وعملت معاه عصير قارص وسكر وميزهر. Thank you.
شيء يا منظره شمسي تدلل لما عزيزه تدلل قلت لهم جيبوا لك طلع لي على الخاتم انا مع عزيزه واحده ما شفتوا ساره اشرونها حد ما شفتي ربي يحرم عليكم وليداتكم عايش نحيا في الكيسين وكل حد Bye.
راه هو اللي قاوتي ما هو لاباس. حط باهي. قول عليا في قهوة. هذيك بنت قهوتها. نصلي على النبي. هو علاش تقام من نابل؟ طيب طيب طيب. والله شركة في قروان هي، أما ما كنت تجيبش في الواحد نتاع نابل. حلال. يهبل، عملت به لقمة باشا بل عملت العطلي قوية من كثر الزهر. نكتة أنت حبت النتيجة. باشا تركية اللي عملتها زينة. يزيدوا فيه الروح تاع الزهر زعما. طبيعية. خدمتها بوسة اللي نصور نحبها. والعطر شيء. وفاسس يعطر شيء زاد مصاب وعلي ورد قول لها بقدر كعبه تجيب لنا انا نقعدوا فين نقطروا كل نشري هيك خي بدل ما نبداو نشري مع بعضهم هنا نحب ما عندها هي قدام جيب لي ميزون كي تبدا انت باش تشري انا مثلا جروب يحب يشري تو تشروا لنا نبدا يشري كل واحد ربي يخليك ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله نقطرهم وين السنة اللي قطرنا على شيء مسان ديما نقطر انا وبنيتي كل واحد بالحق ميزية سياسة انت نقطت طويلو بالكوكو ماغريت والله نعطيت للبنات الكل زاد كي نقطر اسهل اسهل بالعز تقنع فيهم بشتر بشتر تحس هذا واحد يفد من الحيوط هاي تمام وكهو البنات هيك ختمت معاكم الفيديو متاع اليوم وكهو ناحيه التليفون خاطر والله هيك خديت اللقطات هذوما الديجانة دين اختي قاعده تصور تعرفوني كيف يجي بحذايا حد البنات ننسى التصوير وننسى التليفون كهو كنكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم بوسه كبيره ليكم والناس الكل وعلى خير وبسلامه ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر على خير.